السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. الخميس كالعاده مع حضراتكم، دايما كالعاده بنعمل عزومه تكون لطيفه، اليوم بيكون بسيط، يعني لو النهارده اخر اليوم طبعا حد اتجمع فاكيد يكون الموضوع ملائم بالعزومه، او طبعا بكره الجمعه ان شاء الله اخر اليوم لو حد طبعا اكيد تجمعات، وعلى ما اعتقد اليومين دول فيها تجمعات من امبارح، الاربع والخميس والجمعه والسبت ان شاء الله ده كله ويك اند، عيد الام، فالناس كلها اكيد بتتجمع، بحاول نعمل اكلات تكون بسيطه برده وتلم الحبايب. طيب عندي النهارده طريقه حلوه جدا للموز، ولكن مش كل الموز بتمشي بالطريقه دي، وضح شويه كلامك عشان بس نبقى واضحين اكتر. النهارده انا عندي موز ما هياش ضان ولا موز بقري، انا عندي موز معز، يعني شوف حتى الموزه بتاعت المعزه. هعملها بطريقه الكسكسي مع كمان خضار مشكل، عندي كوسه، عندي جزر، عندي بطاطس، تشكيله حلوه جدا. هنعملها في فكره تكون كلها في حله واحده، هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الاول، الطبق الثاني عندي طاجن كده صغير، حته لحمه متقطعه ناعمه جدا، مع بصل، مع بطاطس، مع مشروم، ومش تعمل بصوص، تعمل بابيض كده في بعضيها، يعني ايه، بمعلقه زبده كده، هنشوف انا بعمل ازاي. عندي طبق ثالث مع حضراتكم، ده مقدم من حضراتكم من كنور فاين فود لحضراتكم، من الفيجيتار سكان سبايسي او عادي او حتى بالخضار، بصدور الديك الرومي بشكل كريسبي. هنشوف بتعمل ازاي، على ما اعتقد ثلاث اطباق اسهل من بعض. تعالى اطلع فاصل، بعد الفاصل نفتح التليفونات مع حضراتكم وندردش ونتكلم، وناس كتير جدا كانت بتتكلم من امبارح بالليل على موضوع براءه الزميله الهام سعيد، طبعا كلنا مبارك لها والحمد لله هي وكل الزملاء، ودايما يعني بنشكر ربنا في اللي بيجيبه كل الناس كلها، وان شاء الله رب تبقى اخر يا رب الواقعات اللي اي حد ممكن يقع فيها، ويعني الحمد لله على سلامه كل زميلنا، وطبعا زميلتنا ريهام سعيد خلاص رجعت بيتها والحمد لله، ويا رب دايما ما يجيبيش في مشاكل. وطبعا بنشكر كل الناس اللي كانت بتسال على ريهام، وناس طول الليل بتتكلم على موضوع ريهام، وعلى كمان الزملاء كمان كله الحمد لله تمام التمام، وبنشكر طبعا دايما القضاء المصري، يعني القانون المصري بياخد مجراه، والحمد لله ربنا ظهر الحق في الاخر. نطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نواصل، اتفضل. الموز المعز، وكمان مقدم لحضراتكم من عصير الفريش بتاع جهينة، ده عصير طماطم هنبدا نعمله مع حضراتكم ونظبطه ونسبكه. زي ما حضراتكم عارفين ده عصير طماطم فريش بتاع جهينة دوت، مش صلصه، انا بس بحب دايما اوضح الامور ودايما بتكلم على طبعا فكره ان الطماطم البوري بتاع جهينة البديل ليها بتبقى عصير طماطم فريش، بنجيب طماطم ونضربها في الخلاط، اما دي زي ما حضراتكم شايفينها ميه عصير، فده البديل بتاع الفريش مش صلصه طماطم. بحب دايما اوضح كل حاجه لحضراتكم بكل بساطه وبكل وضوح. طيب نبدا نعمل ايه؟ نبدا في الطبق الثقيل شويه الاول، خلينا نخش في الطبق اللي بعده نسيبه يتشمع شويه في الفريزر او في الثلاجه. طب لو جبنا النهارده الموز دي، تعال نتكلم عن الموز دي يا حماده بعد اذنك ونشوف ايه الفكره. طبعا الموز ليها مزاج، ولكن دايما بحب نتكلم عنها شويه او بنشتغل بيها، ما بنشتغلش بيها كتير، ولما نتكلم عنها لازم نتكلم بوضوح. انا داخل النهارده اشتري موز من عند الجزار او من السوبر ماركت، لازم ابص لملامحها، معلش انا بتكلم في تفاصيل شويه ممكن برغي فيها شويه، ولكن يعني بحب افيد دايما بعض امهاتنا لو ما عندهمش الخبره، فاكيد نبقى برضو مع حضراتكم. لازم يكون عظمها كده، بص كده يا حماده اللون ده محمر سنه كده مش مصفر، ولو مبيض يبقى مبيض مش مصفر. يعني ايه الفكره في ايه؟ المصفر ده حاجه من الاثنين، يا اما عجوز او يكون بايت، هناخد بالنا من دي شويه. الاحمرار ده هو ما دخلش الثلاجه، بص لسه فريش زي ما حضراتكم شايفين، واللحمه لازم يكون لونها وردي كده اهو، مش غامق، تفرق كتير. اه طبعا هي الموزه ما تعملش ربع كيلو، الاثنين ما يكملوش نص كيلو معايا بطريقه برده بسيطه. تبلتك عباره عن ايه؟ والله احنا ممكن نسلقهم عادي، ممكن نشويهم عادي، هم ما بفهمش، هم يشتغلوا معايا بسرعه في اي شيء، ولكن انا هديها مثلا كالعاده اديها سنه تشريح كده بسيطه، منها تسوي معايا، ومنها كمان ادخل التتبيله جواها كده وتبقى ليها طعم كويس، بحيث لما اخلص يعني تبقى سهله معايا وانا بقطعها او انا بفصصها، وتكون كمان معايا سهله في خلعها من العظم. طيب سنه ملح، بسم الله، اول حاجه كده نبهرها عادي جدا، ملح وفلفل اسود بس اهو، فلفل اسود مجروش، واعمل كده اهو بالشكل ده كده اهو، ملح وفلفل عاديين جدا تمام. واجيب عندي حله سخنه وهبدا، دي ميه سخنه عندي او مرقه سخنه هشتغل بيها النهارده في كذا حاجه، اجيب عندي حله سخنه جدا واجيب عندي سنه زيت مع زبده،
الاول ادي سنه الزيت تمام، وكمان وكمان سنه الزبده على السريع، وانزل عندي بحتتين اللحمه بالشكل ده. شايف يا حماده؟ مفيش كلام والله. لو عندي اعشاب زي الروزماري مثلا او اكليل الجبل بيبقى حلو جدا مع بعض اللحوم. يدوا نفس بس كده حلو مع اللحمه وهي بتتشوح. هفرمهم كده على سن السكينه كتتبيله مش اكتر يعني. اهو كده اهو. وهنبص برضو على شكلها ونقلبها واحنا شغالين. تشويحه حلوه كده. شايف يا حمود؟ نصدمها صدمه حلوه، منها تديني لون عشان ما احمرش بعد كده، ومنها كمان ما تجيبش مني ميه عشان العظم دايما في الميه او في المرقه بتاعته ممكن يعمل ريم، ريم مش لطيف ونقعد نشيل ونحط عليه. بحب دايما نكون يعني بكل وضوح. بص المنظر عامل ازاي؟ مفيش حاجه، لسه نيه وما اشتغلناش بحاجه خالص. طيب هديها ايه؟ هديها عندي بصلايه فص ثوم وجزرايه للسلق بتاعها. سامع الترقعه دي؟ دي اهم حاجه عندي. قلبهم كده مع بعض كاننا بنطبخهم مش هسلقهم. انا هسلقهم دلوقتي حالا، ولكن يعني نطعمهم شويه بورقه غار نفس، يعني يدي سنه نفس كده في الموضوع يدينا طعم كويس. حبتين حبهان اهو، مخبي ليه الحبهان اهو تمام. وما اسيبش الحاجه تتحرق مني يعني، اذا كان الخضار او اللحمه عامه يعني. طبعا الماعز بقى لنا كتير ما بناكلوش، انا بحب الماعز جدا على فكره، المعلومه احسن او ممكن لبعض الناس افضل من الدهن شويه، لاني ما بيبقاش فيه دهون كتير او الكوليسترول بتاعه بقل شويه. خلاص قلبنا كده تمام التمام. طيب انا هعمل ايه؟ ما تاخدش مني وقت، انا هحط لها النهارده عندي بطاطسايه، ركز في اللي جاي، بطاطسايه، هحط لها عندي جزرايه كوسايه ونشيل دايما الحاجات اول باول اللي قدامنا دي عشان نوسع على نفسنا. هقلب كله مع بعض تشويح، حاجتي تتفعم كويس، منها فيها كده حبهان ورق الغار فص ثوم، والحاجه اللي مش عجباني ممكن اشيلها بعدين زي مثلا ورق الكرفس لو اتلسع ولسه ما حطيتيش عليه الميه بتاعتك او المرقه بتاعتك عادي جدا ممكن تشيليه، ولكن هو هيدينا برده ريحه حلوه. طيب هنجيب ايه تاني؟ عندنا حطينا فصين ثوم خلاص، حطينا كل بهاراتنا، مش هديها قرفه عشان ما تبقاش اعلى من طعم اللحمه بتاعتي. عندي الكسكسي ممكن دلوقتي عندي اوبشن ان اشتغل بيه عادي واشوحه او اسقي الاول وبعد كده هبدا ارجع له. اهو حط معلقتين زبده حلوين وكمان جرش فلفل اسود كده اهو، ماشي الكلام، سنه ملح، تقليبه حلوه، كل الحاجه اللي حطيناها دي كلها. شايف المنظر؟ لازم الحاجه تكون بالشكل ده، تفتح النفس وهي لسه نيه. عندي مرقه سخنه بسيطه، بسم الله، واسلق حاجتي شكرا وغطي. شايف المنظر؟ وتمام اكيد. يلا من غير ما تحلف يا عم بهزر معاك، سيبها تاخد وقتها تتسلق. ده كمان شويه هنديله ايه؟ عندنا هنا كوبايه كسكسي مع كمان عصير الفريش بتاع جهينة، بس دول هيتحطوا وهنبهر براحتنا التبيره اللي نفسنا فيها. طيب الطبق الثاني هنبدا نشتغل بيه بشكل بسيط جدا وسهل، ده بياخد وقت شويه في فكره مش التتبيله بس، فكره ان هو يبقى في الثلاجه واخد حقه. نشيل طبعا مطرح اللحمه خالص، نوسع نفسنا كده كل الحاجات دي ونبدا نخش نشتغل من اول وجديد على طبق جديد. دايما يعني ما بشغلكمش والله بفكره القطاعات تغييرها والحاجات دي، بس دايما اللحمه ما تشتغلش مطرح الفراخ والفراخ ما تشتغلش مطرح السمك، في حاجات كتير جدا لازم ناخد بالنا منها شويه. طيب اللي انا هعمله دلوقتي بنعدي على السوبر ماركت او عند اي فراجري، بقى النهارده الموضوع مختلف عن الاول، بمعنى النهارده حضرتك ممكن تخش تشتري مثلا فخده ديك رومي او واحد عدد صدر لوحده او مثلا نص كيلو وراك متقطع من الديك الرومي. الاول كنا بنرتبط دلوقتي شويه فكره الكميه كامله، الديك الرومي لو كان بلدي بيبقى مثلا من 4 ل 7 كيلو فكنا ملتزمين بالشراء بتاعه، او الديك المزارع من 7 ل 14 او 12 كيلو برضه بيبقى حجمه كبير، فالامور بقى مش استحمال الواحد يشتري حاجه كامله، فبقى في اوبشن او في امكانيه ان احنا ممكن نجيبها متقطعه يعني بكميات اقل، يبقى الموضوع ابسط مما يكون. طيب هجيب عندي صدور الديك الرومي، ولو ما عنديش صدور ديك رومي ومش عايزها او ما بحبهاش عادي جدا ممكن البديل ليها صدور فراخ، ده حاجه طبيعيه جدا وقشطه يعني مش هتقول لا،
بنفس الطريقه بنفس الطريقه. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتبلها تتبيله حلوه. تبلتك عباره عن ايه؟ والله هجيب عندي حبه ميه بصل، ويا سلام لو عندي حبه زعتر، مع الطيور دايما بيبقى ريحته حلوه برضو اكتر من مع اللحوم، والروزماري اكتر ريحته حلوه مع اللحوم مش مع الطيور. انا بس دايما بحب اراجع الكلام اللي بقوله. كوبايه ميه بصل، بتيجي ازاي؟ اربع خمس بطاطس بصلات، ببشرهم كويس جدا، بعصر، باخد التفل بشغله في حاجه تانية، وعندي الميه زي ما حضراتكم شايفينها بمنتهى البساطه، سنه ملح، وعندي تحويجه لو حضراتكم فاكرينها من كام يوم عملناها على ايد الهون مع حضراتكم، كان فيها قرنفل وجوز الطيب وكبه صين وفلفل اسود وحبه هان مطحون، فاكرينها اللي كان عملناها مع حضراتكم، فاضل منها حبه اهم، شايفهم يا حماده؟ حط كده ايه تاتش لطيف كمان سنه متشكرين، مع فلفل اسود براحتي خالص، تمام؟ مع سن البابريكا يديها لون كده محمر وطعم برده لطيف. وهبدأ دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب عندي، كنت عايز احط فص توم، بس للامانه التوم اللي قدامي كله زيت، فاحنا متعودين دايما ما نحطش اي حاجه ليها علاقه بالزيوت او بالدهون في قلب البانيه. ده بيض مع لبن، سنه ملح وسنه فلفل اسود عشان الزفاره، تمام؟ ويتضربوا على طول بالمضرب واحده واحده اهو. تمام، ونسيبهم على جنب. هنجيب عندنا الزعتر الاول نفرمه، عشان بس انا عايز اقفل التتبيله دي. سنه زعتر لو موجود، والله يعني هو ده شكله ناشف قوي ومش ده اللي على بالي او مش ده اللي في دماغي، يعني فاك الزعتر مش مشكله، ده مش عاجبني انا ما بشتغلش بيه، يعني مش مجبرين. نجيب بس سكينه تانية، يبقى احنا اكتفينا كده بميه البصل، واكتفينا كمان بالبهارات بتاعتنا. هنجيب عندنا الصدور، لو كانت الديك الرومي متوفره بالشكل دوت اي حاجه شايفها، لو كده او برضو البديل ليها يكون عندي مفيش مشكله خالص لو موجود صدور الفراخ، وبعمل كده وبتبل كويس. طيب قد ايه هتسيبهم في التتبيله؟ انا فكره دي عصره ليمون كمان تفرق كتير. عصره ليمون كده حلوه مزازه على الوش، مش بقول خل، عصره ليمون، مش هديها زيت طبعا، واسيبها كده المفروض يعني نصايه ساعه عشان تطعم كويس. ويا سلام لو عايز احط عليها مثلا طبطميه مبشوره برضو او ميه طماطم فريش برضو، مش هتقولي لا. هبدا دلوقتي هعمل ايه؟ لحظه واحده، حاضر، لحظه واحده. هبدا دلوقتي اجهز عندي الفيجيتار بتاع كنور عشان ابدا احضر نفسي. عملت البيض مع اللبن وتمام التمام، واجيب عندي الفيجيتار ده بالخضار، فانا هستخدمه مثلا بالخضار لو حبيت اهو. بعمل كده هفضيهم عندي في نفس الطبق، ممكن بالمقص نختصر، هو طبعا بيتفتح بسهوله، ونركز عشان ما نقعدش بقى ايه ندوش نفسنا اهو كده اهو. وابدا انزل عندي بالشكل ده كده اهو، واجهز حاجتي بحيث ان على قد ما اقدر بكون بتبل الحاجه. اتفضل يا فندم. يا مهند، صباح الورد. صباح الورد، اهلا وسهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك يا مهند؟ الحمد لله كله تمام. طيب امرني امر يا حبيبي. عايز تعمل الفراخ المشويه. عيني الاثنين، يا سلام. انت منين؟ من بورسعيد؟ انا من شباب الخريجين. منين؟ من شباب الخريجين. من شباب الخريجين، احلى ناس واحلى منطقه. يا محمد رحت فين؟ طيب حاضر، عيني الاثنين حبيبي حماده، ربنا يحفظك يا رب لمامتك ولباباك، بشكرك لمكالمتك. طيب بقولكوا على حبايبي بورسعيديه جدا جدا، عندهم بنصور من فتره، ناس اهل كرم، ناس محترمين جدا، ربنا يا رب يديهم المحبه دايما. طيب حطينا الفيجيتار في طبق واسع كبير عشان نقدر نشتغل بشكل بانيه لطيف. عندنا البيض، عندنا كمان سن الدقيق. انا ممكن النهارده ما استغلش الدقيق عادي جدا، خلينا نجرب ونشوف، مش هنقول لا. انا عندي البيض مع اللبن، حلو الكلام بالشكل دوت، وعندي كمان الفيجيتار بتاعي. ممكن اعمل ايه؟ انا بس هقول لحضراتكم الطريقه، وممكن نغير ونبدل براحتنا. طبعا اول الكلام عندنا زيت بيسخن كويس، وعندي كمان استقول لكم خضار هبدا احطه معاهم كمان يتقلي. عندي كوسه، وعندي كمان جزر، بتقطع ايه سلايس كبير بطول الجزرايه او بطول الكوسايه، وهبدا برضو هشتغل بيهم اكنهم فراخ. طيب لو انا دايما كالعاده هوري ده وهوري ده، ولحضراتكم طبعا تعملوه براحتكم. كالعاده بجيب عندي الدقيق الاول، واخلي عندي الفيجيتار في الاواخر، حلو الكلام. بشيل طبعا المضرب، ونغير الكلافز كده بشكل لطيف، ونبدا نشتغل واحده واحده. يا سماح هانم، صباح الورد. صباح
صباح النور عليك. اهلا وسهلا بيك يا ماما. ازي حضرتك؟ عامل كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. تحت امرك. انا عايزه مكرونه بالبشاميل وعايزه اخد من وقت حضرتك دقيقه واحده بس. اتفضلي. حضرتك انا معايا ولد وبنت ومطلقه ومامتي مريضه سرطان، فانا نفسي اشتغل، عايز اشتغل ومش عارفه اشتغل فين، مش معايا مؤهلات غير الثانويه العامه، ممكن اشتغل بيبي سيتر، عامله نظافه، اي حاجه، بس انا نفسي اشتغل. وانت عارف حضرتك الحياه والظروف وكده. والله انت عندك كام سنه؟ انا عندي 22. 22 يعني قصدي يعني حضرتك يعني حضرتك عايزه تشتغلي حاجه يعني حضرتك عندك خبره معينه قصدي بشغله معينه مثلا ولا بتتكلمي على عايزه اشتغل اي حاجه، اي حاجه تجيب فلوس. تمام يا فندم. طيب حضرتك ممكن بعد اذنك لو تكرمتي تسيبي اسمك في الكنترول مع زمايلي. حاضر، بس الله يخليك ما تنسنيش. انا لا انا ليه قلت لك كده؟ انا مش عايز بس عملت نظافه، حتى لو عملت نظافه. انت قلت لي خليكي يا فندم. معايا بس الثانويه العامه. ثانويه عامه. ثانويه عامه يعني حاجه كويسه، تعرف تقري وتكتبي كل شيء. يعني بقرا وبكتب ومعايا انجليزي 70%. يعني نتمنى انت تتوظفي في شغلانه كويسه مش عامله نظافه. هو مش يعني انا بتمنى يعني اقلل الحاجات، اقلل الظروف، عشان انا معايا ولد وبنت ومطلقه وظروفنا صعبه وبابايا مش موجود معانا. أيوة. انا بصرف دلوقتي على البيت وعلى اخواتي واولادي وكده. ربنا يا رب يحفظك، واحنا لازم يعني على قد ما نقدر نحاول نقف مع حضرتك. الله يخليك يا رب. لو في ايدينا شيء والله ما هنتاخر. حاضر يا فندم، حضرتك بس ممكن تسيبي رقم تليفونك في كنترول مع زمايلي وان شاء الله ربنا ييسر الحال. حاضر يا فندم. حاضر، عينيا الاثنين ان شاء الله. يعني نحاول نساعد، يعني ما نقفلش الباب في وش الناس، يعني ما نقفلش الباب في وش اخت زي اختنا، خلينا نحطها كانها اختي. يعني الظروف والزمن محدش عارف بكره فيه ايه، دي كلمتي دايما بقولها لاي حد، محدش عارف بكره فيه ايه، فما نضمنش الظروف، اعتبرها اختك واختي. نحاول على قد ما نقدر، احنا مش هنعمل حاجه غير ان يعني ده رزق. ممكن تكون احنا سبب، او حضرتك اللي بتتفرج علينا سبب، او حضرتك تكوني سبب. هي من القاهره ولا مننا يا شباب؟ يعني من عندنا من القاهره هنا، ما هيش مشوار بعيد. فلو في شغلنا حلوه في القاهره، حد مثلا محتاج في شركه كويسه، في سكرتاريا، في فكره يعني نستفيد من تعليمها. ثانويه عامه ما هياش يعني لا بتعرف تقرا وتعرف تكتب وعندها بسيط من الانجليزي، حتى هي بتقول 70 حتى لو 30% على ما اعتقد. في ناس كتير جدا بكالوريوسات ما عندهاش 20%، يعني بتحصل وبيحصل. فاحنا نقدر على قد ما نقدر يعني ما نقفلش باب في وش الناس، وبالذات عندها عيلين. يعني لان خدوا بالكم، معلش يمكن مش هدي والله مش قصدي ان ادي الموضوع اكبر من حجمه، لكن صدقوني اللي بيبقى نفسه يشتغل ده بيبقى محتاج الشغل. وانت كمان او احنا كمان على قد ما بنقدر نقدر نفيد، عشان ما تلاقيش في جبهه بتتحلك من عدم وجود الشغل. ما هو فيها هيبقى مش بس فراغ، ومش بس مش عارف تاكل عيالها و و و، ولكن ما نسيبش الظروف ان يبقى مفيش حد يساعدها، فيبقى الموضوع يعني انتوا فاهمين انا قصدي ايه. يا شيماء هانم، صباح الورد يا اختي. 4 سنين وثلاث سنين. دول حبايب بالحب. أيوة. كله دهم. أيوة. اوكي دهم دهم. يا عم علاء صور علي صوتك. الو ازيك، انت عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الو انت شايفني؟ اسر انت شايفني؟ وانا كمان شايفك. انت والكلب اللي جنبك. هو شايفك بس هو مش عارف يتكلم دلوقتي. ربنا يحفظهولك يا رب. اسر ويوسف. اديني يوسف. يوسف كلم عمو. يلا يا يوسف كلم عمو. قول الو قول له ازيك يوسف. ازيك يا علاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا يويو؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا يوسف؟ انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا يا حبيبي. ربنا يحفظك يا رب. انت بتحب الاكل ده ولا اعمل لك اكل تاني؟ ايه ولا عايز ايه؟ قول لي. ربنا يخليك يحفظهم لك. احنا كلنا بنتابع حضرتك. والله شرفنينا يا فندم. والله العظيم شرفنينا حضرتك جدا. اشكرك. شكرا جزيلا لحضرتك. تحت امرك. اتفضلي. اشكرك جدا. شكرا جزيلا. طبعا يعني اطفالنا اولادنا دول، طبعا انا ليا الشرف ان اطفالي يتابعوني، وكمان يعني انا بحب الاطفال جدا. ربنا يا رب يحافظ لكم عليهم يا رب دايما ويخليهم لكم يا رب. طيب انا شغال زي ما حضراتكم شايفين بكل بساطه وكل هدوء، بعدي من الدقيق اروح على الفيجيتار اعمل كده في الفيجيتار. بص المنظر بسيط جدا، وهوريكم كمان انا حطيت 5 اكياس من بتوع كنور الفيجيتار دول، هيكفوا لي النص كيلو البانيه اللي بشتغل بيه بكل بساطه. ولا تتعبي نفسك ولا يبقى هنشوف كل حاجه من اول حاجة. اهو بايديك كده دايما دك كده حته البانيه عشان تمسك كويس. اخر قطعه حالا. انا بس عايز اوضح كل حاجه بحيث ان احنا حتى كمان واحنا بنسويها نكون واضحين. اهو كده اهو
وش وظهر الدقيق يديني كفر لطيف. ممكن ما نحبش الدقيق خالص، عادي جدا ممكن نعديه على الفيجيتار براحتنا خالص. اخر حته هلم كل الفيجيتار ده كله ويعمل كده. اصبروا علي، حاضر عيني الاثنين، اقل من دقيقه هطلعك فاصل. اه دي اخر حته، بص المنظر. اه المفروض بقى ان انا اشتغل على كده واروح اعمل ايه. اهو شفت البانيه عامل ازاي؟ تمام. بس هوريك كمان حتى واحده خضار. او ماشي حاضر، خضار برده هنعمل كده نفس الموضوع اهو بكل بساطه، مثلا واعمل كده واروح اعمل كده اهو وكده اهو نفس الموضوع اهو اهو نفس الموضوع. طيب هي الفكره ما فيهاش قصه طويله. طبعا الدقيق والبيض واللبن والحاجات دي كلها دايما كالعاده عفره كده. تمام هنطلع فصل روق الامور. هراجع سريعا مع حضراتكم. شايف المنظر عامل ازاي هنا؟ اتفضل. شايف الموز المعز؟ انا شايف ريحه يعني المعز، والله ما هدور حقه بقاله كتير قوي معانا في الشغل عامه وفي السوق عامه، ومع ان المعز ده سعره لطيف جدا وريحته حلوه ونضيف وما فيهوش زفاره كتير، ما فيهوش دهون كتير. الموضوع زي ما حضراتكم شايفين ده كله، اصبر عليه شويه، هنديله عصير الطماطم وهنديله الكسكسي وهيبدا، مش هديله الوان بقى واصفر واحمر وبتاع، خلينا نمشي زي ما احنا ماشيين. الزيت عندي شغال، ههدي عليه النار شويه عشان التحمير. هندخل شويه الـ 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 التركي ده او صدور الفراخ شويه في الثلاجه عشان تتشمع، وهطلع فصل صغير جدا نروق المكان ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع الأبهة ريم. والله هلف لكم وانا يعني هقعد عند الحوض؟ هو انت خفت مني الدرجات دي؟ مش بغسل البطاطس، ميتها ما عجبتنيش يا اخي. طيب البطاطس دي وانا ببص عليها كده بغسلها، بص عامله ازاي يا حماده، متورقه قوي، جميله قوي، بص عامله ازاي. فانا هاخد نصها مع اللحمه والمشروم، والنص الثاني بفكرت ان انا هعمله دلوقتي بطريقه حلوه جدا حتى اسيبه على التحمير. يعني ايه؟ يعني هاخد حبه كده كده اهو مثلا، دول كويسين ماشي الكلام. ركز في اللي جاي، نشيل التخين ده من هنا، انا عايزك كلها كل كده، شايف المنظر؟ واروح اعمل ايه؟ ركز معايا، حبه ملح، واروح جايب فنجال خل. حلو الكلام. واقلب الملح والخل اهو ماشي الكلام، ونديهم سنه ميه كمان عشان ما يغمقوش مني وهم قاعدين مع نفسهم كده شويه. هحمرهم يطلعوا مع البانيه اللي احنا عاملينه، ومنها برضو بطاطسايه لطيفه بطعم الخل والملح. سيبها كده تحمر وبعد كده نبقى نشتغل عليها كمان شويه. طيب فاضل عندنا او هنشتغل على طول مع حضراتكم دلوقتي بالطاجن، اللحمه بالمشروم والبطاطس والبصل. وقلت لحضراتكم مش ولا مش هعمله بعصير ولا هعمله بكريمه ولا بغيره، انا ماشيه نايف نايف كده مع نفسه ومتشوح بالزبده ونديله. هنشوف يلا بسم الله. حله سخنه تمام، بالمره عايزين نسقط الكسكسي عشان خلاص. بص المنظر عامل ازاي، كل حاجه واضحه جدا. بص شايف المنظر، شايف الموزه اهي، بسم الله. بص انت فين؟ اه انا اه بص المنظر، حته اللحمه عامله ازاي. خلاص يعني داخلين على مرحله تسويه محترمه، طبعا هي سخنه جدا. ونعمل كده ونجيب عندنا حبة الكسكسي بالشكل ده كده اهو ماشي الكلام. و الله الله ماشي. ونجيب عندنا العصير الفريش بتاع جهينة، ونعمل كده على الوش، ونديله كمان حبة مرقة اهو تمام. عطاش كلها خد بالك، يعني فيها حتة كمان ربع، ونديها حبة مرقة كمان عشان نكمل تسويتنا على الرايق. بسم الله كمان حتة ماشي الكلام. ونوسطن كده الأمور، شايف المنظر اهو. تشرف بس الحاجة وهي على البخار بتاعها هتستوي، وهنشوف كل حاجة قدام حضراتكم. نسيبها شوية تمام تمام. هنجيب عندنا الزبدة،
ماشي يلا اوكي. مع فص ثوم، ركز في اللي جاي، زبده وثوم يعني كلام كبير. ماشي الكلام؟ عينيا حانا. واشوح الزبده والثوم حانا حانا حانا. الزبده والثوم مع حته اللحمه دي على طول زي ما هي كده. بص حته اللحمه عامله ازاي يا حماده؟ شايف؟ ورق. ابو حميد صباح الفل والياسمين. ازاي؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك. الو ازاي عامل ايه؟ اهلا 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 ابو حميد من السويس. اهلا حيا صديقي، وانا كمان بحبك والله. اخبارك ايه؟ صديقي وانا كمان بحبك والله. حيا حيا. ممكن توطي التلفزيون بس شويه؟ وطي وطي التلفزيون. حبيبي حبيبي ابو حميد، اخبارك ايه يا معلم؟ الله. انا زعلان منك، انا صريح، انا زعلان منك ان ما بتكلمنيش بقالك كتير. ليه؟ ما اعرفش انت زعلان مني ولا ايه؟ انا حلة. وانا كمان بحبك والله العظيم. اخبارك ايه يا معلم؟ كله تمام؟ ايوه حبيبي يا ابو حميد. انا حلة والله، وانا كمان بحبك جدا، ربنا يخليك يا رب. بعت لك السلام، وصل لك؟ ايوه امبارح من مامتك، وصل لك؟ ايوه حبيبي يا ابو حميد، كل سنه وانت طيب ودايما كده مع بعض على تليفون على طول، وانت صديقي واخويا وحبيبي احمد بن السويس. ماشي ماشي الكلام. عايز حاجه مني؟ ماشي. صباح الفل حبيبي ابو حميد، بشكرك جدا، شكرا جزيلا. صديقي احمد من السويس، عايز اقول لكم ان احمد ده يعني بجد صديقي، انا ما بقولش حاجه يعني مجامله فيه. الراجل ده او الشاب العسل ده كانت مامته معانا واقفه امبارح في نفس الوقفه اللي انا فيها دي. مامته اللي امبارح كانت معانا الام مثاليه على السويس، وكانت موجوده معانا. واحمد ده شاب ده فاهم يعني. طب اخلص وناخد. حاضر. انت بتوقفوني عشان تقول اسم مامته يعني؟ حاضر. مامته الحاجه مولا كانت معانا امبارح، تمام. فاحمد ده يعني هو اللي اشترك لمامته من حوالي شهرين مثلا او شهر في موضوع المسابقه اللي كانت موجوده امبارح. فهو انسان جميل جدا، خلوق جدا، محترم جدا، بيعشى حاجه اسمها مامته. مامته طبعا لو حضرتك شفتوا الحلقه امبارح كانت بتتكلم عنه. شاب زي الورد، ربنا يا رب يحفظه ويحفظ كل اخواتنا يا رب دايما يا رب. طيب نرجع تاني حته اللحمه اللي بتتسوى دي. انا هدخل دي مطرح دي عشان عايز نار حاميه هنا شويه او عاليه على وش اللحمه دي فتتشوح لي كده. شايف المنظر عامل ازاي؟ فص الثوم عمل ايه؟ اهو شوف حته اللحمه اتشوحت زي ما احنا اتفقنا. ني في ني، انا جايب عندي بصلتين حلوين كده وعاملهم كده اهو. ماشي الكلام. هات البصله دي كمان، وجايب عندي حبه البطاطس دول بالمره كده اهو، مغسولين غسله نظيفه، منقوعين شويه عشان ما يسودوش مني، متقطعين ناعمين قوي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. يا سلمى هانم. ايوه صباح الورد يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. ازيك يا سيف علاء؟ الحمد لله يا فندم والله الحمد لله. اخبارك انت عامله ايه؟ انا كله تمام دايما. انا بتصل بحضرتك عشان احييك على البرنامج الجميل ده. اشكرك لذوقك يا هانم، اشكرك. ربنا يخليك. وعايزه اقول لمامتي ومامتك كل سنه وانتم طيبين، وهم دايما طيبين يا رب، وربنا ما يحرمنا منكم ابدا. وعايزه اقول لمامتي والله لو طلبتي عيني مش هتتاخر عنك فيها. ربنا يخليها لك يا رب، وتسلم عينك لمامتك ويخليها لك ويخليكي ليها يا رب دايما يا رب. وكنت عايزه ابعت رساله لواحده غاليه عليا قوي. اتفضلي يا فندم. عايزه اقول للاستاذه ريهام سعيد الف مبروك على البراءه. ريهام سعيد والله انا اول امبارح يا شيف علاء حلمت بيها ان كنت بدعي لها في السيده نفيسه. الله. وبقول لها يا رب فك بيئتها، وقمت على صلاه الفجر. الله عليكي. والله وعايزه اقول لها كمان انت لو شالوا لك البرنامج وشالوا وحاربوك كتير هيشيلوك ازاي من قلوب الناس اللي بتحبك؟ يعني يا ريت ريهام سعيد تسمع الكلام ده دلوقتي. اشكرك لكلامك الجميل. الله تبقى سبعة. وقريب جدا هبعت لحضرتك وليها هديه يعني تعبيرا على المجهود اللي انتوا بتعملوه. احنا ما بنعملش مجهود ولا حاجه يا فندم والله، ولا محتاجه هديه. احنا حضراتكم بنشتغل عشان نرضيكوا. او انا يعني هتكلم كمان بكل وضوح، احنا مش يعني بنشتغل عشان يبقى في مقابل، هي دي شغلنا وده اكل عيشنا. او انا هتكلم عن نفسي، بشكرك جدا جدا طبعا لحضرتك لمكالمتك الجميله. الموضوع مش محتاج خالص والله العظيم. اي حد فينا بيقف على شاشه قدام كاميرا
هو شغال بالبلدي كده عند حضراتكم. مفيش حد هتلاقوه يقول الكلام ده. طبعا شغالين عند حضراتكم، انتوا اللي بتشوفونا وبتتابعونا، بتدونا النفس نشتغل. لو بكره ما حدش حب علاء، علاء ما يطلعش. اهو هشتغل ليه؟ هشتغل لمين؟ فالمقصود ان الواحد دايما بيحاول احنا نهديكم، احنا نحاول او احاول اراضي على قد ما اقدر في مجال شغلي لحضراتكم ومتابعتكم لينا. يمكن انا عارف ان قلت ما حدش يقوله، ولكن هي دي الصراحه. حضراتكم بتتابعونا فاحنا شغالين، فما فيهاش هزار. اتمنى يا رب دايما كل اللي بيقفوا على الشاشات يراضوا حضراتكم، نبقى بنقدم صوره كويسه، نقدم كل واحد فينا في مجاله بشكل يكون يفيد الناس. لان حضراتكم انتوا اللي بتشوفونا، مش اهالينا ومش صحابنا ومش جيراننا اللي بيتابعونا، لا ده في جمهور وفي شعب لازم يحترم من خلال الشاشات اللي احنا بنقف عليها، من خلال الكاميرات اللي احنا بنتوجه ليك حضراتكم بمجالاتنا، المجال الديني، الرياضي، الاجتماعي، الفني، المطبخ، ايا كان. فانتوا اللي تستاهلوا كل هديه، بشكرك جدا لحضرتك، شكرا جزيلا. طيب انا الزيت رجعته تاني على النار، عايز ابص عليه عشان زي ما قلنا حضراتكم من شويه انا حاطط حبه خل، الاكس بالخل. ماشي الكلام؟ بص مفيش يعني، ما شفت، انا حطيت واحده قلت نجرب بيني وبينكو. اهي هيطلع دلوقتي كريسبي لطيف حلو، كان بيتحط مع بقيه الخضار يبقى حاجه برده لطيفه، الخضار المحمر. وعندي هنا حته اللحمه شغاله زي ما حضراتكم شايفينها اهو، منها فيها. طب انت قلت لي من شويه هتعمل لها صوص، الصوص بتاعها هيجي منها فيها. بص كده حماده هنا اهو كده اهو، هديله عندي، كنت بكلم من شويه هديله عندي معلقه زبده ومعلقه دقيق، بس الظاهر وانا بقول كده نسيت ان البطاطس لوحدها تربط اكتر من الدقيق، لان يعني البطاطس نشويات. فانا بحط الزبده والدقيق ليه؟ عشان تعمل لي رو او يعمل لي ربط ما بين الصوص اللي بدل ما يكون ميه فيبقى حاجه قوام يكون تقيل شويه. ومش عايز احط كريمه، والله كريمه قدامي حتى في كنت في الفاصل بيقول احط كريمه، قلت لهم لا مشوها بلدي كده بس منها فيها. فالمفروض ان احط معلقه دقيق قدام معلقه زبده او معلقتين زبده قدام معلقتين دقيق، يبقى الموضوع كده. انا همشيها الزبده زي ما هي كده لوحدها اهي، هتعمل لي الصوص زي الفل وهتطعم لي الامور. وده عالم بهار عشان عايز احطها في طاجن تبدا تتسبك وتعيش حياتها. اتفضل يا فندم قوم. اوامرك احمد الاول. ابو حميد يا احمد. اهلا وسهلا بيك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اخبار حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يعز حضرتك، تحت امرك. اكل حضرتك يا شيف والله العظيم بحبه جدا، اكله ما شاء الله تحفه. شرف لينا متابعه حضرتك يا فندم. بنتابعك على طول انا والمدام على التلفزيون. ده شرف ليا يا فندم، ربنا يعز حضرتك ودي المحبه يا رب دايما، وتحياتنا للهانم. ربنا يخليك. شكرك، امرني امر يا ابو حميد. ربنا يخليك يا شيف. كنا عايزين نوع عصير تنظيف الكوارع وعمل الكوارع. اللي ايه يا فندم؟ الكوارع. مالها يا فندم؟ تنظيفها بتتنظف ازاي وتتعمل ازاي؟ تنظيفها من اي مرحله؟ يعني من عندك بعد ما بتيجي من عند الجزار ولا هي ولسه؟ لسه جايه عند الجزار. ده عندنا الكلام ده، ماشي الكلام. ليه سالتك السؤال ده يا ابو حميد؟ ان لو هي لسه يعني فريش بيبقى ليها طرق تانية، ما اعتقدش ان في البيت نقدر نعملها. تمام. اللي هي السلخ والحاجات دي كلها، انت فاهم قصدي ايه؟ مش فاهمني؟ فاهم. اما لما هي تكون يعني خلاص بقت بيضه وحضرتك جايبها كده من عند الجزار ومحتاج بس تنضفها عشان تسلقها والحاجات دي كلها، هقول لك على طريقه يعني ما تقولش لحد عدوك عليها زي ما بيقولوا. عينيا. حاضر. حاجه ثانيه يا فندم؟ جميلك يا شيخ، ربنا يخليك. مش عايز اتكلم مع حضرتك. صباح الورد، صباح الورد والياسمين. شكرا جدا لحضرتك والاتصال حضرتك. حاضر يا فندم، هقول لك على طريقه الكوارع بطريقه سهله جدا وبسيطه. ده ياخد وقته ويعيش حياته. ويا سلام لو بالمره كده دلوقتي نجيب طاجن بلدي. لحظه واحده هعمل ايه كده. حاضر حاضر حاضر، طاجن لطيف زي كده، وده كان حقه يتحط في طاجن سخن بصراحه. ويتحط طاجن اللحمه ده في قلب الطاجن ده يخش على الفرن. ونطلع، هنطلع فاصل صغير جدا. شايف المنظر الكسكسي عامل ازاي؟ هنرجع نشوف الدنيا فيها ايه ونبدا كمان بالمره. استنى 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 عشان اطلع فاصل تتاخر لي، اتقل عليا حاجه واحده. طيب ماشي، حظك حلو، ده الفراخ الديك الرومي، ستور الديك الرومي في الفريزر ورا. طيب هطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نرجع نشوف اخبار الدنيا ايه ونقفل ان شاء الله مع حضراتكم بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل مع حضراتكم، النهارده الموضوع
يعني كل بساطة عملنا البانيه وتحمر زي ما حضراتكم شفتوه من شوية، والكسكسي مش محتاج كلام كتير لأن هو يعني تسوية الكسكسي أسهل من الرز والمكرونة اللي يعني بتبخر، يتفلفل شوية وتحط جوه الخضار ويبقى الموضوع معانا بشكل بسيط جدا. أهم حاجة المرقة تكون حلوة ومتشرب الخضار كويس. حمرنا، بسيب شوية دلوقتي تسخينة حلوة كده للزيت عشان أحمر بالمرة البطاطس اللي احنا عملناها كده على السريع مع حضراتكم. ولو الزيت قدامي في أي حركات ممكن نصفي واحنا شغالين، يعني ممكن نبدأ نعمل كده. بص يا حمادة اهو أي شوائب بتاع بمصفى لطيف كده اهو عشان نحمر على نظيف. فجر اللحمة دخل الفرن ويتساب شوية برضو سواء على قد ما تسوى قدام حضراتكم في قلب الحلة، والباقي يكمل تسويه. طيب نجرب كده، يعني لازم الزيت يكون سخن. ده لو حضراتكم فاكرين خل مع الملح اللي حطيناهم في المية، او بس ما الزيت يسخن كويس ننزل ونطلع على طول. ايش كان في قدامي صفايه اللي بصفي بيها الشباب خدوها في الفاصل غالبا. طيب نعمل كده، انا عايز بس الزيت يكون سخن جدا. حلاوه التحمير عامه لما يكون الزيت سخن تنزل الحاجه تاخد الطشه تعمل الكريسب اللي احنا عايزين، حاجه بتبقى ليها مزاج شويه. خلينا بس ايه نسيبها شويه تسخن لمده تبعك قد ايه. شوف فين المصفى اللي كان معايا هنا. نعم يا فندم، دقيقه من دلوقتي واحنا عملنا حاجه يا ابني لسه. دقيقه ايه يا استاذنا؟ متسربح كده على طول؟ على طول كده انت متسربح. هاتوا لي المصفى يا شباب بعد اذنكم. حاضر يا استاذي، حالا 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 حالا. نعمل كده على السريع. بسم الله. نصفي كويس. مش كلام. ونسيبه شويه، ريحه الخل طلعت. يعني في نفس غريب. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنا على المائده البانيه والكسكسي حاجتنا كلها يعني خلصانه، مش حكايه النهارده. بص منظر البانيه، بس انا عايز اوريك البانيه اللي كنا بنتكلم عنه، مش عايز بس اعمل بايدي. والخضار موضوع منتهى السمبله. بص الكسكسي عامل ازاي؟ يعني طبعا لو عايزين نزود زي ما احنا قلنا عايزين نشيل بدل الفخد او الموز نحط فخده براحتنا، ما عندناش منها خالص. انا بس بصراحه ربنا عايز اكمل تسويه اللحمه اللي في الفريزر اللي في الفرن مع الخضار ده بس. فهتديني منهم ايه؟ قول لي عشان بس ما بقاش انا اقرص عليك في الوقت. انا بكلمك انت على فكره، اسالهم وشوف. انا عايز البطاطس تتحمر، ولو ما اتحمرتش مش هزعل، بس اهم حاجه اللي جوه. اللي جوه فاضل له سنه برضو. بسم الله. يعني عارف انت اللي هو تكتك سنه ولا ايه؟ ايه والله. بص يا محمد يا خالد، انا بحاول دايما معاكم، هو الدقيقه ما تكفيش انا عارف، ولكن انا من الناس كمان اللي لما بكون حاجه نيه بقول عليها نيه، ما هياش قصه بالنسبه لي. انا هدف اللحمه على ما اعتقد هي مستويه، مش 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 قصه، بس كنت عايز احط لها بصلايه على الوش، فعايز البصلايه تلسع بس من الفرن، فده لو ما حصلش مش هيفرق عندي. ولو حاولنا في خلال الدقيقه دي نطلع بس محمره انا ما عنديش برده مشاكل، ولو كان كده احنا عندنا الناحيه الثانيه برده في تحميل. بس دايما الزيت لازم يكون زي ما حضراتكم شايفين كده بيغلي، يكون سخن جدا، وتسيبها بقى تطلع هيبقى شكلها على الرايقه. انا مش عايز اخر زمايلي عشان البطاطس محمره وفي الاخر الناس تقول لك ايه، يعني مش هي دي المصيبه او الموضوع ده، مش دي كارثه. طيب نطلع بده على طول. طاجن اللحمه بالبطاطس والمشروم زي ما حضراتكم شايفين، الموضوع ابسط مما يكون، سهل جدا، مفيش تفاصيل كتير النهارده. عندنا النهارده اكلات طاجن لحمه ببصله، كان نفسي بس البصله تتلسع بس كده من الفرن، بس ما حصلش مش مشكله. وعندنا الموز تمام، وعندنا كمان البانيه اللي هو معمول بشكل حلو. عايزين تطلع معاه طبعا اي حاجه ثانيه احنا ما عندناش منها، رز ابيض، مكرونه، بس طبعا مكرونه افضل مع البانيهات عامه. دي كانت حلقتنا، بكره ان شاء الله الجمعه في نفس الميعاد طبعا كالعاده. عندنا بكره برده اكيد مسابقه عيد الام، زي ما حضراتكم عارفين دايما احنا طول الشهر يعني بنقولها دايما. انا بحب اعمل فكره عيد الام ده مش يوم 21 بس، لا احنا بنعمل طول الشهر، لان الامهات بجد تستاهل تعملها كل يوم
مش بس عيد ام، قبلها تماثيل، تمثال كده، كل واحد يعمل لومه تمثال مش خساره فيها. دي كانت حلقتنا وحلقه جديده، والسلام عليكم.